جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض هذه الخلافات الأسرية تنعكس على الزوجات شيخ صالح، وربما كنا ضحية لها، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الخلافات بين الأسر تسبب مفاسد، تسبب القطيعة بين الأرحام، وتسبب البغضة بين المؤمنين وبين الجيران، وقد تسبب الطلاق وشتات الأسر وتفرق بين المرء وزوجه، ففيها مفاسد عظيمة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الواجب الإصلاح بين المتخاصمين والمتخالفين، لا إذكاء الخلاف بينهما والتحريش بينهما. ويقول سبحانه وتعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هو الحالق، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. فساد ذات البين فيه خطورة عظيمة ومفاسد كبيرة، خصوصا بين الزوجين وبين الأسرة الواحدة وبين الوالد وأولاده. فالواجب الإصلاح بين الناس، تسوية النزاع، ويحرم تدخل النمامين والوشائين بين الناس، فإن هذا فيه إثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. نعم.